أنت لا تعلم كم كلفني هذا الهدوء. مقولة عميقة فعلا. الهدوء مكلف والراحة مكلفة، حتى الوصول للقناعات المريحة مكلف ومتعب، وما في راحة تشوفها إلا وراها تعب ما شفته. بصورة بالراحة الكبرى فلم ترها، تنال إلا على جسر من التعب. والشعر الآخر يقول: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما، وتبغي بعد ذاك لحاقي. ما يمكن ترتاح إلا بعد تعب، وشيء من الصبر، وشيء من التغاضي، وشيء من الذل، لأن التعلم والغربة والخدمة ومداراة الناس كلها شذرات من الذل، لكنها تؤدي إلى جبال من الطمأنينة والراحة والاستغناء. فلا بد ما تصبر على كظمة الغل، اللي تحسس ما تعدى محله، ما فيه عز إلا هو سابق ذل، العز يولد من بطون المذل.